أطول الرؤساء حكما في العالم. تشتمل قائمة الرؤساء الأطول مكوفا في العالم على أسماء معظمها من القارة الإفريقية، ومن هؤلاء من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لكن أكثر من بقي في سدة السلطة من الأحياء هو تيودور أوبيانغ. وإذا ما فاز فلاديمير بوتين بولاية رابعة في انتخابات الرئاسة الروسية في 18 من مارس، فإن ذلك يعني أنه سيكمل قرابة ربع قرن من الزمان في كرسي الحكم. ومن الرؤساء الآخرين الذين ظلوا في الحكم لأكثر من ربع قرن، الطاجيكستاني إمام علي رحمن، والكاميروني بول بيا، وزعيم غينيا الاستوائية تيودور أوبايونغ أنغويما. وهذه قائمة بأطول الرؤساء حكما بالعالم، تستثني الملوك الذين نصبوا على عروش بلادهم مدى الحياة. أطول الرؤساء حكما سبعة هم: أولا كوبا، يتصدر القائمة بعد أن قضى في الحكم 49 عاما بطل الثورة الكوبية فيدل كاسترو، الذي تنازل عن السلطة لشقيقه راؤول في 2008 وهو في أوائل الثمانينيات من العمر. ثانيا تايوان، أول رئيس لتايوان هو شيانغ كاي شيك، الذي تولى إدارة جزيرة فرموزا تايوان الحالية، والبر الرئيسي للصين التي تعرف اليوم باسم جمهورية الصين الشعبية، حيث بلغ إجمالي الفترة التي حكم فيها 47 عاما إلى أن توفي سنة 1975. ثالثا كوريا الشمالية، تولى كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية زمام الأمور في البلاد على مدى 46 عاما إلى أن قضى نحبه في 1994، ورغم وفاته حاز على لقب الزعيم الخالد. رابعا ألبانيا، مكث أنور خوجة في حكم ألبانيا 40 سنة حتى وفاته المنية في سنة 1985. خامسا ليبيا، العقيد معمر القذافي في حكم ليبيا بيد من حديد زهاء 42 سنة قبل أن يغتاله معارضوه في سنة 2011. سادسا جمهورية القابون، حكم عمر بونغو أونديمبا جمهورية القابون الغنية بالنفط لأكثر من 41 عاما حتى وفاته في 2009. سابعا زيمبابوي، اعتلى روبرت موغابي سدة الحكم في 1980 قبل أن يستقيل من منصبه في 2017 بعد 37 عاما في السلطة. الزعماء الأحياء، أولا غينيا الاستوائية، يعد الرئيس تيودور أوبيانغ إنغيما أطول زعماء العالم الحاليين حكما، فقد أمضى حتى الآن 38 عاما في المنصب منذ أطاح بعمه فرانسيسكو ماسياس نغيما في 1979. ثانيا الكاميرون، الرئيس بول بيا 35 عاما. ثالثا جمهورية الكونغو، الرئيس دينيس ساسو نغيسو 34 عاما ما عدا فترة وجيزة لخمسة سنوات. رابعا كامبوديا، رئيس الوزراء هانسون 33 عاما. خامسا أوغندا، الرئيس يوري موسيفيني 32 عاما. سادسا إيران، المرشد الأعلى آية الله علي خامنائي 29 عاما. سابعا السودان، الرئيس عمر البشير 28 عاما. ثامنا تشاد، الرئيس إدريس ديبي 27 عاما. تاسعا كازاخستان، الرئيس نور سلطان نزار بايف 28 عاما. عاشرا طاجيكستان، الرئيس إمام علي رحمن 25 عاما، فقد تسلم مقاليد الحكم لأول مرة سنة 1992 في خضم حرب أهلية دموية عاشتها البلاد. الحادي عشر إريتريا، الرئيس أسياس أفورقي 24 عاما.